حكاية الحكم، حكم محكمة قضاء الإداري اللي هعلق عليه بس بسرعة كده يا جماعة، لأن ده ضباط الشرطة ده كيان لا يجب أبدا أي إيحاءات أيديولوجية أو أي إشارات. أنتوا عارفين بعد الثورة احنا كنا عملنا حلقة كان في هوجة كده، وطلع بعض الضباط سموا نفسهم الضباط الملتحون يعني، ومعتصمات، ويعني وكأن يعني الإسلام في اللحية يعني. طب ما تخلي الإسلام في إن ما تقولش لزميلك يقتل، ما هو بعضهم كان بينتمي، اكتشفنا بعد كده إنهم ينتمون إلى الجماعات الإرهابية يعني، إما تعاطفا وإما تنظيما أو أقاربهم. يعني أنت عايز اللحية ومش عايز الدم، يبقى في عنده أحد أقاربه بيقتل يعني، وعضو في التنظيمات الإرهابية أو أحد أصدقائي أو التنظيم اللي هو بيميل إليه عاطفيا وفكريا وربما تنظيميا. ووزارة الداخلية يعني لما لغاية ما تم تطهيرها من الفترة اللي بعد الثورة اللي طلعت للأسف الشديد بعض القوى اللي مش هتخطف بس وزارة الداخلية، ده خطفت مصر كلها، خطفت هوية مصر يعني. فالحكم الحقيقة عامل جدل، احنا بس يعني هعلق عليه بسرعة كده. محكمة القضاء الإداري قالت لا، في ضابط في الحماية المدنية في محافظة الغربية مصمم على اللحية وعمل دعوة قضائية وقال وزارة الداخلية فصلتني بسبب كده، فالحكم جاء انه مش من حق الوزارة انها تفصله. لكن قالت كمان ان يجب ان هو يلتزم بتعليمات الداخلية ويحلق دقنه، ويعني وزنت كده. لكن لا، في منتهى الخطورة يعني فكرة الإيحاء السياسي والإيحاء التنظيمي ده، لأن يعني مش هي ده الإسلام، ده عمل وسلوك وأخلاق. ماسك أنت في اللحية يعني، هي دي مش هتعرف تشتغل إلا باللحية. فقلنا ده أنا بستدعي حلقة قديمة كنا عملناها وقت بقى الهوجة لما كانت مصر مختطفة يعني، ما هو ده النموذج اللي ما كانش بس الهدف هو اللي انتوا شايفينه، ده مسألة رمزية اللحية دي. ولما تشوف طبعا الضباط باللحية يعني مشهد ليس مألوفا يعني، ومش هو ده اللي انت يعني ماسك فيه قوي علشان تقاتل من أجله. قاتل من أجل انك تؤدي عملك على أكمل وجه، انك تلتزم بقواعد واحد من أهم الأجهزة المنضبطة وشديدة الانضباط في مصر، تمسك بهذا الانضباط يعني. إنما للأسف الشديد ده معناها أنه لسه عندنا اللي أنا عايز أقوله، بس أن أشم رائحة بقايا هذه الطيارات الظلامية لسه، ويبقى التفكير حتى الضابط اللي أقام هذه، إيه تمسكك الشديد قوي بأن يعني اللحية أو الموت؟ ليه يعني ما تخليها العمل الجاد او الموت يعني، ما تخليها الانضباط الشديد والصرامة في الانضباط افضل. وهنا يعني هيبقى والله يعني ثوابك في الداخلية وثوابك عند الله سبحانه وتعالى وثوابك في المجتمع، والمجتمع هيتعامل معاك على انك ضابط مثالي. لكن يبدو ان في بعض الخيوط اللي بيحاول البعض انها يعني يقول لك اهو بقايا كده تعالوا نعمل بيها نوع من الشوشرة ومحاولة إحياء ما طمسناه يعني، إنه هو فكرة الاختطاف، اختطاف الهوية والتشبث بشكليات، مع إن الإسلام يعني فيما هو أكبر من ذلك يعني، في إخلاصك وفي أدائك وفي أخلاقك وفي تعاونك مع الناس. ده أنت تقعد تخدم الناس كده وأنت ضابط ماسك لي في اللحية يعني، هي دي ودعاوى قضاء. ونرجع تاني للمشهد اللي انتوا هتشوفوه في حلقة قديمة من حلقاتنا خلال سنوات اختطاف الدولة وسنوات اللا دولة. أنا ضابط شرطة ملتحي هذا الحق، فله لي القانون والشرع وكل مواثيق حقوق الإنسان، ها
هكذا يقول ضباط الشرطة الملتحون. لكن وزارة الداخلية في المقابل تؤكد أن هذه ليست حرية شخصية، وأنه العرف المعمول به داخل الوزارة يلزمهم بحلق اللحية. احنا لما طلبنا باللحية كان النظرة ليها نظرة قانونية، أن الوزارة تحترم أن في قانون. أدام طيب. ما فيش حاجة تمنع وزارة الداخلية إعفاء اللحية، فليه بتمنعها؟ لماذا إطلاق اللحية؟ نهتم أولا بأن احنا نحقق شرطة ذات وجه إنساني، ثم نشغل أنفسنا بالتفاصيل. الشارب في وزارة الداخلية بيمنع؟ لا. مش بنرى لواء شاربه وعامل كده؟ شفت حضرتك ولا ما شفتش لواء قبل كده كده؟ لماذا تعتبر اللحية عنوانا للتشدد؟ هو ده اللي سائل في المجتمع حاليا. معلش بقى، لا بعد إذن حضرتك أرد على حضرتك. لفظ التشدد هذا ما هو سائل حاليا. لو أنا مواطن مصري ملتحي داخل على ضابط مسيحي عنده صليب في إيده، هل أنا كراجل ملتحي مواطن مصري عادي مش هشعر بحساسية إن الضابط اللي حاطط شعار دينه على إيده وما منعتوش الوزارة من وضع شعار دينه على إيده؟ بدل ما تشغل نفسك باللحية، أنا مش شاغل نفسي، هو تعالى نشغل نفسنا بإن إحنا نصنع جهازا أمنيا يحقق كل ما نطمح به. اللحية عندي أنا كنت أتمنى أجد إن الحاجز اللي بيني وما بينها يعني يتحرك قليلا، مش ان هو يزول. الناحيه الشرعيه بتاعتها الحمد لله اعتقد ان انا محيط بجوانبها الشرعيه وعارف حكمها وعارف اجماع الائمه او اجماع المذاهب الاربعه على اطلاقها. الاختلاف بس هل انا في العمر اخد منها ولا لا، لكن مفيش اي مذهب من المذاهب الاربعه بيقول حلق اللحيه. بعض هيقول لك ايه، ما انت حضرتك دخلت كليه الشرطه وانت تعلم قواعدها، وبالتالي لا يجب عليك ان تفرض عليهم قواعدك بعد ذلك. عرف بقى كليه الشرطه، انا الصراحة مطلوبة وموضوعة، وأنا بقدم في كلية الشرطة لم أكن أعلم شيئا عن أمر اللحية. أنا أصلا يعني لو واقف في كمين يعني مثلا ممكن خمس دقايق بس بصلي كده، بسيب الكمين يبطل شغل، مش هينفع يشتغل من غيري، يبطل شغل، وأنا بعد ما أخلص الصلاة برجع أشتغل في الكمين. أنا ضابط شرطة ملتحي، حريتي الشخصية كفلها لي القانون والشرع وكل مواثيق حقوق الإنسان، يعني هكذا يقولون. لماذا تعترضون؟ أنت عايز تشتغل معايا اقبلني بشروطي، الشروط دي مش بشروطك أنت، مش بشروطك أنت، الشروط دي أصبحت بقى تقبل العمل في وزارة الداخلية بشروط وزارة الداخلية وليس بشروطك. وإن كان في شروط خطأ تتصحح. وجود لحية داخل وزارة الداخلية سيشعل فتنا طائفية وسيشعر المسيحي بالتمييز، تشعل كثيرا من المشاكل في وزارة الداخلية. التوحيد مطلوب، يا كلنا نربي دقننا، يا كلنا نعفو نحلق دقننا علشان المظهر، علشان المظهر. هو الصح ان احنا نربي ولا نحلق؟ علشان المظهر الصح ان احنا نطلقها. انت واثق انه لن يسمح ابدا لضابط شرطه ملتحي بالعمل؟ بس انا واثق يا فندم ان شاء الله ان هتدخل الداخليه. الدوله الاسلاميه كانت مصر بس كل الناس يا فندم، ما كان في دول جنبنا بتحلق ليه؟ بقول كان كل الناس مطلقين الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني الناس ذلك الوقت من جميع الأجناس، مش صحيح، المسيحي والمسلم واليهودي كانوا بيطلقوا لحيهم. هيفرق ازاي الرسول من عليه الصلاة والسلام ما بين اناس متشابهين في الشكل؟ يا عزيزي انت عايز تربي دقنك قول سلام عليكم. طب ما تقول حضرتك سلام عليكم. لا حضرتك دلوقتي انا بعمل حاجه صح ولا غلط؟ لا خلي بس رمي. طيب انا بعمل حاجه صح ولا غلط من وجهه نظرك؟ لا من وجهه نظر الشرع والدين دي حاجه صح والقانون. جميل، والقانون. يبقى اللي بيقول سلام عليكم اللي بيعمل الغلط. سياده اللواء، المواطن زي ما الاستاذ وائل قال، ليه عندي شغلي؟ ليه عندي شغلي انا بلحيه من غير لحيه؟ هي اللحيه ممكن تبقى ايه؟ كل انسان بيشتغل بوازع مراقبه ربنا، اللحية ممكن تبقى شيء مذكر. بس مين اللي قال ان مظهر تدينا بتبع فيه النبي الهادي عليه الصلاه والسلام هيخليني اتمرد على القوات؟ في النهايه هيؤدي ده لتمزيق وزاره الداخليه وفكره الخروج على تعليم الوزاره، وهتطلع لي مجموعات ثانيه وهيطلع مجموعات ثانيه، يعني ده هيؤدي الى حرب اهليه داخل وزاره الداخليه. ده حلقة من حلقات سنوات العبث، سنوات اللادولة وسنوات الفوضى اللي كان فيها يعني والتجمعات دي لم تكن بريئة، يعني اوعوا تتخيلوا انه يعملوا تجمع كده، تجمع الضباط الملتحين، يعني تخليك الضباط
يعني عندك الالتزام الأخلاقي والتعاون مع الناس وخدمة الناس، هو ده كل ده يعني في أفضل عند الله سبحانه وتعالى. إنما هو تعالوا نتشبث باللح. ومع إن الحكم قال إنه على الضابط إنه لازم يلتزم بتعليمات وزارة الداخلية، لكن شوفوا إزاي التصيد. هو مصمم إنه أنا هشتغل باللحية، لا ده في هدف، في محاولة في بقايا كده لمحاولة إعادة إحياء ما طمسناه وما انتهينا منه. الحكاية مش حكاية لحية، يعني اللحية دي حاجة يعني زي ما قلت لكم، يعني خلينا يعني نتشبث بما هو أهم وبما هو أكبر. إخلاصك، تفانيك، صدقك، حبك لمهنتك، عملك الدؤوب، أمانتك، طهارتك، كل ده. إنما هي جات يعني في اللحية. وتسمعوا بقى، يعني أنا سبت حتى الجمل الطائفية لأنه هو ده معناها كده. هو الضابط الملتحي ده هيتعامل مع الناس بطائفية؟ لا، ده خطر على شوفوا عقليته. قال لك إيه؟ قال لك طب المواطن أو الضابط زميلي اللي عنده صليب في إيده، يعني شو داخل في عقيدة المسيحي كمان يعني، وبالتالي دول خطر. هو مش واخدها عملية شكلية، لا، ده اللحية دي لغم يستخدمه في تفجير واحد من أهم الأجهزة المنضبطة في مصر، ويبتدي يدخل فيه يعمل الشويتين اللي انتوا سمعتوهم وشفتوهم دول بكل الأذى بقى اللي ممكن يلحق بالمجتمع. عشان كده الحكم طبعا هو حكم يعني في النهاية، ولازم تتعامل معاه في جزء منه للمناقشة المجتمعية، وفي جزء كمان محتاج بعض الإيضاحات، لأن الحقيقة حكاية العودة إلى سنوات العبث، سنوات اللا دولة، سنوات الفوضى، بالتشبث لسه ببعض الأمور اللي تعالوا يعني نعمل بيها مشاكل بهذا الشكل، لا، ده يجب أن نستأصله تماما. خلاص يعني احنا بقينا دولة مؤسسات، وتم إعادة مصر المختطفة، وحتى وزارة الداخلية من أهم الأجهزة كمان اللي حاولوا أنهم يلعبوا في كيفية تطويعها لحسابهم يعني، ولكن تظل هذه الأجهزة ولاءها الأساسي للوطن. لا يمكن لا هيكون لا تنظيم ولا لرئيس وقتها كان بيحاول حتى أنه يختطف كل مؤسسات الدولة، أو حتى في السنوات اللي سبقت محمد مرسي، ما هو كان الجو كان كله كده يعني. ما هو ده أيضا هتلاقوها في السنوات اللي هي مهدت، اللي هي كانت قبل الانتخابات، اللي كان فيها هذه التيارات الظلامية بتحاول أنها تاخد الدولة في اتجاهات ظلامية أيضا.